مصر وإفريقيا، قصة الأرض الواحدة والعمق الاستراتيجي، قصة دولة داخل قارة وقارة تستمد من أقدم الدول على وجه الأرض الحضارة والثقافة. إفريقيا هي الأرض التي يسير عليها شريان الحياة للشعب المصري. نهر النيل، النهر الإفريقي الذي تروي مياهه أرض مصر ويمنح أهلها الحياة. فالقارة السمراء هي الماضي والحاضر والغد المشرق، والثقافة وحدها هي القادرة على دفع العلاقات المصرية الإفريقية إلى الأمام دائما. فالثقافة تفتح منافذ متعددة للرؤية، مما يجعل الطريق متاحا لصناعة مستقبل واحد للقارة السمراء. في نهايته نصبح جميعا على قلب رجل واحد. مصر بموقعها الاستراتيجي في شمال شرق القارة تعد حلقة الوصل بين إفريقيا وآسيا. ومصر هي قلب العالم القديم، كانت دائما منارة الثقافة لكل جيرانها. فقديما اهتم الفراعنة بالقارة الإفريقية لما تحمله من خيرات استغلها الفراعنة في بناء أقدم الحضارات على وجه الأرض. جاء محمد علي باشا حاكم مصر ليفتح السودان العمق الاستراتيجي لمصر ويقوم ببناء عاصمة البلاد الخرطوم. فكانت الخطوة المصرية الأولى في القارة الإفريقية في العصر الحديث، خطوة تلتها خطوات كثيرة لدعم الارتباط المصري الإفريقي. فمحمد علي لم يغفل عن أهمية السودان لمصر، وعقب تأسيس أركان ملكه في السودان بدأت الحركة الثقافية هناك. فاهتم محمد علي بإرسال البعثات السودانية إلى مصر لتلقي التعليم، وكان الأزهر الشريف المنارة الأولى التي نال فيها السودانيون من العلم داخل ربوع المحروسة. فالأزهر الجامع والجامعة كان المقصد الأول لفهم تعاليم الإسلام الصحيح. كما أوفد محمد علي البعثات السودانية إلى المدارس المصرية، فتأثر السودانيون بالثقافة المصرية. فالثقافة كانت الاستثمار الأول لمحمد علي باشا في السودان. فلربط مصر بالسودان كان لابد من الارتباط الثقافي الواحد حتى تسير مياه النهر بنفس المستوى في بلدين يجمع بينهما الكثير. جاء إسماعيل باشا واستمرت الاستكشافات الجغرافية في إفريقيا، واستمر معها الارتباط بين مصر والقارة الإفريقية. فلنشر النفوذ المصري كان لابد من نشر الثقافة، فالارتباط العقلي والفكري هو الخطوة الأولى نحو الاندماج الحقيقي. فقد رأى إسماعيل باشا أن جغرافيا مصر لا تكتمل إلا بإفريقيا، فنشر الثقافة ومحاربة الهمجية وتجارة الرقيق كانت سلاح الخديو إسماعيل الأول في البلاد الإفريقية التي فتحها إسماعيل. فبناء المدارس المصرية ونقل الثقافة والحضارة كانت اللبنة لبناء الصرح المصري في إفريقيا. وقد عاش في رحاب الأزهر العديد من العلماء الأفارقة مثل ابن خلدون والجبرتي، كما حظيت أروقة الأزهر بأسماء بعض الجاليات الإفريقية مثل رواق التكرور ورواق المغاربة ورواق البوروندية ورواق الزيالعة ورواق الفور. وقد سعت مصر منذ القرن التاسع عشر إلى الحفاظ على الهوية الإسلامية للقارة الإفريقية، وعليه فقد زاد نشاط البعثات في تلك الفترة. فقد تم تزويد المعاهد الدينية في الدول الإفريقية بالمدرسين والكتب، مما أدى إلى نشر اللغة العربية في ربوع القارة السمراء. ووصل الأمر في الوقت الحالي إلى أنه يوجد بالأزهر الشريف حوالي أكثر من 5000 طالب إفريقي.
كما أنه لدى الأزهر حوالي 16 معهدا أزهريا في إفريقيا، علاوة على المساعدات الطبية والإغاثة. وترسيخا للتعاون بين الأزهر الشريف وإفريقيا، أصدر فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر الشريف قرارا في 11 من ديسمبر عام 2018 بتشكيل لجنة للشؤون الإفريقية بالأزهر الشريف، تختص بوضع البرامج والخطط والأنشطة التي من شأنها دعم شعوب القارة الإفريقية. أما عن الكنيسة المصرية فتعد إحدى أهم قنوات التواصل الثقافية المصرية في إفريقيا، حيث توجد مع الكنيسة المصرية علاقات مع الكنائس في ليبيا والسودان وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان وجنوب إفريقيا. كما تواصلت الكنيسة المصرية مع المنظمات والحركات المسيحية الإفريقية مثل مجلس كنائس كل إفريقيا. وعلى خطى الدولة سارت الكنيسة المصرية في مساندة حركات التحرر في إفريقيا، وساعدت الكنيسة المصرية على إضعاف الهيكلية القبلية لصالح حركات التحرر الإفريقية. فمن أجل الحصول على الاستقلال يجب تناسي النعرة القبلية وكذلك الالتفاف تحت راية الدولة. وقد عملت الكنيسة المصرية على ترجمة أعمال الكنيسة للغات الإفريقية مثل الأمهري والسواحيلي حتى تصل إلى عقول أبناء إفريقيا، فضلا عن إقامة الصلوات واستضافة الكوادر الدينية الإفريقية في مصر. كما تم إنشاء مركز للدراسات الإفريقية داخل المعهد العالي للدراسات القبطية عام 1960. فالكنيسة المصرية تتمتع بسمعة طيبة باعتبارها مؤسسة دينية تسعى لنشر السلام في ربوع القارة الإفريقية التي أنهكتها الحروب والخلافات وفتكت بها الأمراض. كما كان لوزارة التعليم العالي دور بارز في التواصل الثقافي في إفريقيا، فافتتحت مصر فرعا لجامعة القاهرة في الخرطوم. وكمنارة للعلوم الثقافية والعلمية تم افتتاح جامعة سنجور في عام 1990. وكحاضنة للدراسات الإفريقية تم إنشاء معهد البحوث والدراسات السودانية، والذي تغير اسمه فيما بعد إلى معهد البحوث والدراسات الإفريقية، والذي تطور فأصبح كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة إلى جانب مركز الدراسات الإفريقية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمجلس المصري للشؤون الإفريقية والمركز المصري للزراعة ومركز التنسيق والتعاون في إفريقيا بالهيئة العامة للاستعلامات. كما ساهمت مصر في إنشاء جامعة أم درمان وجامعة أم درمان الإسلامية في السودان، والعديد والعديد من المسالك المصرية الثقافية التي وجدت في القارة الإفريقية مكانا بها. مصر صاحبة الحضارة الأولى التي عرفتها الإنسانية والتي لم تنقطع صلتها بالقارة الأم إفريقيا أرض الشمس. فمصر هي من ساندت حركات التحرر في إفريقيا، فساعدت دول القارة على الاستقلال، ثم امتدت يد مصر لتساعد دول قارتها على النهوض بعد أن مزقتها بنادق الاستعمار. فكانت مصر الملجأ والملاذ وحاملة مشعل الاستقلال والثقافة لإفريقيا أرض الشمس.